عليكم حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم الجلاشي حلو، بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اول حاجه هعملها معاكم النهارده هنعمل الشربات، كوبايه من السكر، كوبايه من الليمون، عصرة ليمون، وانا بحط الاضافات كلها ما بعدها ما تفرقش يعني. والشربات كده كده ما بياخدش اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. ولو عندي في على كتير عسل جلوكوز ماشي، ما فيش مش متوفر مش مشكلة خالص. حطيت معلقة، هنحط كمان معلقة، شايفين يا جماعة كده الشربات بقى جاهز معانا، هندفع عليه. يلا نحضر الجلاش. زي ما انتم شايفين معايا لفة من الجلاش، معايا 4 معالق سمنة، هنحط عليهم معلقة بيكنج بودر، معلقة صغيرة يعني. هنداوم في السمنة كويس، البيكنج بودر يا جماعة بتبقى مخلية الجلاش مورق وجميل. هناخد 4 ورقات من الجلاش والباقي هناخده ونقطيه. وكل ورقة هندهنها بالسمنة. طيب السمنة ممكن تبقى سمنة سايحة موجودة ماشي، مش موجودة سمنة مخلوطة ما فيش أي مشكلة. دي تاني ورقة معانا، طبعا احنا مش مهم ان نحط سمنه كتير او شويه، المهم ان احنا ايه لازم نشرب الورقه كلها سمنه. وزي ما انتم شايفين كده انا هلفها بالطريقه دي، انما البريد الكمية كلها نفس الطريقة. المهم ما نخليش الورقة المقطوعة تحت، على قد ما نقدر ان الورقة المقطوعة نحطها في الجنب.
طبعا زي ما انتوا شايفين كده الجلاش ده ساده يا جماعه، انا مش هحط له اي حشو ولا اي اضافات. انا خلصت الكميه يا جماعه، وهاتين الوش سمنه وبتاعها قدام في مثلثات، وطبعا انا مسخنه الفرن. والجلاش مش هياخد في الفرن اكتر من 35 دقيقة. هنشغل الفرن من تحت وبعد كده نبدله لونها من تحت الشوايه. كده شفت الجلاش يا جماعه بعد ما قطعناه، ندخله الفرن ونرجع نوريكم تاني. شايفين يا جماعه ان طلعنا سميد الجلاش من الفرن زي ما انتم شايفينها كده. هنسقيها وش الشربات، ولازم ان الشربات لازم نوزع الشربات على كل الكمية اللي معانا. فطبعا الكمية ديت شوية يا جماعة عشان احنا فردين بس، بس انت ممكن تضاعفي الكمية على قد ما تقدري على حسب رغبتك انت. حاجة سهلة وبسيطة وما خدتش معايا اي وقت، من غير تعقدات ولا افتكاسات ولا اي حاجة. شايفينه مورق وجميل وحاجة كده عظمة. سامعين يا جماعة؟ المثلث التجربة الشرقية
ما خلصنا بألف هنا وشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.